وكلما عظم البلد في الطاعة والتوحيد والسنة كلما عظم حبه المكتسب، مثل بلدنا هذا المملكة العربية السعودية التي فيها ولله الحمد والمنة التوحيد الظاهر والسنة الظاهرة، فحبها أعظم. نعم المعاصي موجودة، ولكن العاقل ينظر إلى عظم الخير الموجود، توحيد، فلا يوجد قبر يعبد من دون الله ولا ينادى لغير الله، والسنة فلا توجد راية ظاهرة للبدعة مع كثرة الخير الموجود. وهذا لا يعني أن نرضى بالمعاصي ونقول لا بأس حتى لو وجدت معاصي دعوها تزيد، لا، نجتهد. أقل شيء هو الدعاء، أقل شيء هو الدعاء، يدعو الإنسان لولاة الأمر، يدعو للبلد بالخير والبعد عن المعاصي، ثم من استطاع أن ينصح للسلطان بما تقتضيه هيبة السلطان، فينصح سرا وبالأسلوب المؤدب، فإن ذلك واجب عليه. والذي يستطيع أن يوصل إلى العلماء بالأسلوب المؤدب فهذا واجب عليه. أما أن تتخذ المعاصي التي تقع في البلد لهدم البلد فهذا منهج فاسد. الذين يقومون ويهاجمون ولي الأمر ويهاجمون البلد بسبب وجود معاصي، ويسجلون الأشرطة ويسجلون المقاطع ويقومون على المنابر، هذا منهج فاسد، ليس منهج إصلاح ولا منهج خير. والعجيب أنك لو جئت نصحته وهو على المنبر قال يا أخي كان ينبغي أن تأخذ بيدي، ما تنصحني هكذا أمام الناس وأنا أدرس وأنا وأنا وأنا. طيب والسلطان أعظم منك وجاءت فيه نصوص خاصة، وحفظ هيبته مشروع، وحفظ هيبته هيبة للدولة، وكسر هيبته كسر لهيبة الدولة. المسلم يكره المعاصي في البلد، أي بلد يكون فيه يكره المعصية ويؤلم قلبه وجود المعصية، ولكنه صالح مصلح يتخذ الوسائل الشرعية للإصلاح، ولا يفرح بالمعاصي وينشرها كأنها عيد عنده، اليوم وقعت حفلة موسيقية، اليوم واليوم واليوم، هذا ليس من الإصلاح في شيء. ولذلك يا إخوة منهج السلف هو المنهج الصالح المصلح، فيه الاعتدال وفيه التمسك بالأصول الشرعية الصحيحة، فينبغي أن نسير على هذا المنهج. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.